جبان يا الله أجمل من أنك تواجه خرف يوسف، أجمل وأحقر من أنك تواجه خرف يوسف. وهذا الفيديو لما يمشي الحين حدث راح أنشره مرة ثانية مرة ثالثة مرة رابعة، وظني أقهر. آه صحيح ذكرت، مش أنا شاذ لوطي من ياكو إنه اللي بمارسه الشذوذ والواط يهتز عرش الرحمن؟ أي يوم راح أهز عرش الرحمن تبعكم؟ هذا هز بدي أخلي طيزه ترط ربط. الله تبعكم سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه.